كده نكون وصلنا ليوم الجمعة، الجمعة العظيمة. ليلة الجمعة راح بابا يسوع بستان جسيماني وصلى: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد بل كما تريد أنت. صلى بابا يسوع 3 مرات والتلاميذ نايمين، ومن كتر الألم النفسي اللي كان حاسس بيه كان بيصلي جامد، فعرقه كان بينزل على شكل نقط دم. وبعد كده جم ناس كتير بسيوف وعصيان، وكان يهوذا معاهم وقال: سلام يا معلم. وباس يهوذا بابا يسوع قبلة الخيانة، لأنه كان متفق مع الجنود إن اللي هيبوسه هو بابا يسوع، فدي هي العلامة عشان يقبضوا عليه. يهوذا، أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ وبخيانة يهوذا قبضوا على بابا يسوع، فطلع بطرس سيفه وقطع ودن ملخص خادم رئيس الكهنة، لكن بابا يسوع لمس ودنه وشفاه. حتى في عز ما هم بيقبضوا عليه كان بابا يسوع مليان حب ورحمة حتى للي بيأذوه. بعدها كل التلاميذ هربوا ما عدا بطرس اللي راقب بابا يسوع من بعيد، وأخدوا بابا يسوع يتحاكم قدام حنان وبعدين قيافة. ولما كان بطرس قاعد بره في الحوش جات له خادمة وقالت له: أنت اللي كنت مع يسوع الجليلي. لكنه أنكر وقال لها: أنا معرفش إيه اللي بتقوليه ده. وواحدة تانية شافته وقالت له: أنت برضو كنت مع يسوع الناصري. وأنكر بطرس مرة تانية وقال: لا أنا معرفوش. وللمرة التالتة واحدة قالت له: أيوة أكيد أنت تبعه، لهجتك بتقول كده. ابتدى بطرس يشتم ويحلف ويقول: لا معرفوش معرفوش. وبعدها صاح الديك، وافتكر بطرس إن بابا يسوع قاله إن هينكره 3 مرات قبل ما يصيح الديك، فعيط بطرس بمرارة جامدة على اللي عمله. والكنيسة بتعمل إيه يوم الجمعة العظيمة يا بونا؟ ليلة الجمعة بنزود للحن سوك تاتي جوم كلمات تاجوم نمبا إزمو بي إب شويس أف شو بينية أف صوتي ريا إف أو واب. تعرفوا معناها إيه؟ هو باين عليه كده كلام مهم قوي، بس معرفش حتى بتدي تخمين منين. طيب هقول لكم، بس عايزكم تركزوا قوي علشان وانتوا بتصلوا تكونوا عارفين معناها بالظبط. اكيد يا بونا. معناها قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا مقدسا. قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا مقدسا. بنقول كده عشان نفتكر الام وصلب بابا يسوع اللي هتحصل. وبنقرأ 4 أناجيل في كل ساعة. في الساعة الأولى بنقرأ من الإصحاحات 13-17 من إنجيل القديس يوحنا، واللي اسمها إصحاحات الباراكليت. فيها بيتكلم بابا يسوع عن وعده وإنه هيبعت لهم الروح القدس. وبعد كده إيه اللي حصل يوم الجمعة العظيمة الصبح؟ في الساعة الأولى من يوم الجمعة العظيمة بابا يسوع اتحاكم في 3 مجالس. في الأول أخدوا بابا يسوع لبيلاطس، ولما عرف انه من الجليل بعته لهيرودس، فهيرودس فضل يسأل بابا يسوع ويستهزأ بيه، لكن ما لقاهوش غلطان في اي حاجة فرجعه تاني لبيلاطس. ولما سمع يهوذا ان بابا يسوع هيتصلب رجع الفضل الرؤساء الكهنة وقال: انا غلطت وسلمتكم شخص بريء. ورمى الفضة في الهيكل. ندم يهوذا جامد على اللي عمله وحس بذنب كبير لدرجة انه راح شنق نفسه، لكن دي كانت أكبر خطية. ربنا رحيم وبيحبنا جدا، لو كان بس يهوذا قال آسف لربنا وتاب أكيد كان ربنا قبل توبته وسامحه. كل عيد كان بيلاطس عنده عادة إنه بيطلع واحد مسجون من السجن، ولما لقى إن يسوع المسيح ما عملش أي حاجة غلط عرض إنه يفرج عنه، بس الشعب رفض واختاروا إنه يطلق بداله باراباس اللص، وكانوا عمالين ينادوا: اصلبه. فغسل بيلاطس ايديه وقال: انا بريء من دم هذا الرجل البار، اعملوا اللي انتوا عايزينه. في الكنيسة بنلاقي ايقونة الصلبوت محطوطة في مكان عالي قدام الهيكل، وبتبقى متزينة بالورد والشموع. في الساعة التالتة اتجلد بابا يسوع 39 جلدة، واخدوا الجنود وعروه ولبسوه روب لونه احمر غامق، وحطوا تاج من الشوك فوق راسه، وقصبه في ايده اليمين،
وقعدوا يتريقوا عليه ويستهزئوا بيه، بصقوا عليه وأخدوا القصبة وضربوه على راسه. في الساعة السادسة بابا يسوع شال الصليب التقيل، وبعد كده الجنود خلوا واحد اسمه سمعان القيرواني يشيل صليب بابا يسوع لغاية الجلجسة. بعديها قدموا لبابا يسوع مشروب خل مخلوط بمرارة علشان يخفف ألامه. داقوا يسوع بس مرضاش يشربه علشان كان عايز يحس بكل ألام صلبه اللي علشاننا كلنا. بابا يسوع عمل كل ده علشاني وعلشانك. صلبوه وقسموا هدومه، حطوا يافطة بتقول هذا هو ملك اليهود، والناس استهزأت بيه وقالت مش كنت بتقول انك تقدر تهدم الهيكل وتبنيه في 3 أيام؟ خلص نفسك. لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. ورؤساء الكهنة قالوا خلص غيره لكن مش قادر يخلص نفسه، لو كان فعلا هو ملك إسرائيل ينزل دلوقتي من على الصليب واحنا نصدقه. لكن ربنا قال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. صلبوا مع بابا يسوع للصين، واحد على يمينه وواحد على شماله. قال واحد من اللصين إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وخلصنا. لكن اللص اليمين قال هو أنت مش بتخاف ربنا حتى وانت تحت نفس الحكم ومصلوب؟ طب احنا نستحق كده لاننا بناخد اجر اعمالنا، لكن الراجل ده ما عملش ولا حاجة واحدة غلط. بعدين قال لبابا يسوع واحد من اجمل السطور اللي ما تتنسيش، وحتى احنا بنصلي بيه وبنستخدم نفس الكلمات اللي قالها اللص اليمين. هو قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وأجابوا ربنا الرحوم والمتسامح بكل حب الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. العذراء مريم أم النور ومريم المجدلية وسلومة ومريم أم يعقوب ويوسي ويوحنا الحبيب كلهم كانوا هناك. وقال بابا يسوع لماما العذراء وهو على الصليب يا امرأة هو ذا ابنك. بعدين قال ليوحنا هو ذا أمك. طلب منهم انهم ياخدوا بالهم من بعض. ربنا يسوع المسيح كان لسه بيهتم وبيفكر في الناس التانية في عز ما هو على الصليب رغم كل الالام الصعبة. اخذ يوحنا الحبيب العذراء مريم بيته، وكان فيه ضلمة على الارض لغاية الساعة 9. حينئذ اخذ جند الوالي يسوع وأدخلوه إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبات فعروه وألبسوه رداء قرمزيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وجعلوا في يمينه قصبتان وكانوا يكثون على ركبهم قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود وكانوا يبصقون في وجهه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. في الكنيسة بنقول لحن طايشوري اللي معناه المجمرة الذهب، ولحن فايئيتا في إنف اللي معناه هذا هو الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب، ولحن إمونو جانيس اللي معناه أيها الابن الوحيد الجنس. وفي وقت قراية الإنجيل بتدفي الكنيسة النور علشان تفكرنا بالظلمة اللي كانت على الأرض في الوقت ده، وبنصلي طلبات الساعة 6 بلحن حزيني. بعدها بتصلي الكنيسة كلها لحن قريبة ميفي اللي معناه أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، ودي الكلمات اللي قالها اللص اليمين وهو بيعترف إن بابا يسوع هو ربنا. في الساعة 9 قال بابا يسوع إلي إلي لما شبقتني اللي معناها
إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وعلشان يحصل بالظبط زي اللي اتكتب في الكتب، قال بابا يسوع: أنا عطشان. فملوا إسفنجة بالخل وحطوها على العصاية وطلعوها لبقه، وقال: قد أكمل. وصرخ بصوت عالي وقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال كده أسلم الروح. وحصل زلزال كبير، اتشققت الصخور، اتفتحت القبور وقاموا الميتين، وظهروا الناس كتير. اتقسم حجاب الهيكل لنصين، ولما قائد المئة واللي معاه شافوا اللي حصل قالوا: حقا كان هذا ابن الله. وفي الكنيسة بنقول الساعة 9 بلحن حزيني، وعشان ما تفضلش الأجسام على الصليب لغاية يوم السبت، طلبوا اليهود إنهم يكسروا رجلين المصلوبين وينزلوهم من على الصليب. فالجنود كسروا رجلين للصين، ولكن لما جم لبابا يسوع لقوه فعلا مات، فما كسروش رجليه. وعلشان يتأكدوا إنه مات فعلا، الجندي لونجينس طعن جنبه بالحربة فخرج منه دم ومية، وفي الساعة 11 نزلوا جسده من على الصليب. وفي الساعة 12 رجل غني تلميذ لبابا يسوع اسمه يوسف الرومي طلب من بيلاطس جسد بابا يسوع. خد يوسف ونيقوديموس جسد بابا يسوع ولفوه بقماشة من الكتان النقي مع الأطياب وحطوه في قبر، وبعدين دحرجوا حجر كبير على باب القبر. ومريم المجدلية ومريم مامة يوسي شافوا مكان دفن بابا يسوع. في الكنيسة في الساعة 12 من يوم الجمعة العظيمة ستر الهيكل بيتفتح والصلوات بتتصلى في الهيكل. بنعمل 400 مطنية، 100 في كل اتجاه، شرق وغرب وشمال وجنوب، علشان ربنا في كل مكان، وعشان صليب ربنا كان لخلاص العالم كله. بنسجد وبنشكر ربنا على محبته لينا وعلى كل الألام اللي تحملها من أجل خلاصنا ومن أجل غفران خطايانا. بعدها الشمامسة بيبدأوا يقولوا لحن الدفنة، لحن غلغصة. وابونا بيبتدي الدفنة بأنه بيلف أيقونة الدفن بالكتان الأبيض مع عطور وحنوط وورد، وبيحط شمعتين على الجنبين رمز للملكين اللي كانوا عند قبر المسيح. وبيقول أبونا المزمور الأول والتاني والتالت لغاية اتجعت ونمت. ياه يا أبونا، مش عارفة أقول إيه بجد. أنا مش قادر أتخيل إن بابا يسوع استحمل كل ده عشاني. السنة دي أنا لازم أعيش الجمعة العظيمة بطريقة مختلفة خالص، لأني أخيراً فاهمة إيه اللي بيحصل. يوم السبت بقى حصل إيه؟